السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة جايين نتكلم عن فوائد الليمون للطيور بتاعتنا. يمكن ناس كتيرة ما تدركش أهمية الليمون وتأثيره على صحة وإنتاجية الطيور بتاعتنا، لكن فوائد الليمون للطيور تختلف نسبيا عن فوائد الليمون للإنسان. هي شبه بعضها، نفس الفوائد تقريبا، بس في اختلافات. الاختلافات دي لما تدركها حضرتك هتعرف ازاي وامتى تقدر تستغل الليمون، وفي انه حالات بالظبط تتعامل بالليمون وتحل مشاكل معينة او تزود انتاج الطيور في مواقف معينة. نتكلم عن فوائد الليمون وطريقة استخدامه المثلى، لكن قبل اي شيء اعمل لايك على الفيديو، اشترك في القناة، فعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. الليمون يا جماعة بالنسبة للكائن الحي بشكل عام، مش بالنسبة للطيور، لا بالنسبة للانسان، لاي كائن حي، بيقوي جهاز المناعة. حلو، بيرفع المناعة. لو انت مناعتك ضعيفة يقويها ويعززها، لو مناعتك قوية هيقويها اكتر ويعززها اكتر. كذلك برضو الليمون مطهر معوي، يعني بيخلي المعدة نظيفة من اي حاجة وحشة فيها. مضاد بكتيري، يعني لو في بكتيريا في جسمك خصوصا في المعدة بيقتلها فورا ويطردها مع الفضلات. حلو، مضاد فيروسي، يعني لو حضرتك عندك فيروس معين، عندك برد، عندك انفلونزا، او اي كائن حي عنده انفلونزا، انت على طول ايه الكائن الحي ده بيخف او بيحصل جواه مقاومة ضد الفيروس بتاعه، تمام، عن طريق الليمون. كذلك برضو هو مضاد للسموم بشكل عام، يعني لو اي كائن حي، شوف انا بكلمك بشكل عام اهو عشان نفرق ما بين فوائده للانسان والطائر، لان دي حاجة مهمة، حاجة مهمة جدا، تمام. هو مضاد للسموم بشكل عام، يعني اي كائن حي فيه سموم، طبعا بعيدا عن النباتات، انا قصدي كائن حي بياكل ويهضم، تمام، اي كائن حي فيه سموم لما ياخد الليمون هيطرد السموم من جسمه فورا. حلو، هو بقى بشكل عام مضاد حيوي طبيعي. يعني ايه؟ يعني زي الادويه بالظبط. يعني حضرتك ممكن تشتري مضاد حيوي دواء، ماشي، الدواء ده بيبقى معمول من ليمون، بيبقى معمول من حاجات زي الليمون والثوم والبصل والحاجات دي كلها، تمام. فهو مضاد حيوي ربنا سبحانه وتعالى خلقه علشان لو استمرنا عليه وحطيناه في جدول ثابت كده في يومنا وفي اسبوعنا وفي شهرنا، مش هيجي لنا اي حاجة من الحاجات اللي انا قلت لك عليها فوق. حلو، طيب بالنسبة بقى للطيور، للطيور على وجه الخصوص، كل الفوائد اللي انا قلتها دي تنفع للطيور وتنفع للانسان. حلو، تنفع للطيور وتنفع للانسان عشان تبقى فاهم بس، تمام. الطائر ممكن ترفع مناعته بالليمون، ممكن تطهر معدته وتتعامل بيه كمضاد بكتيري، مضاد فيروسي، تعمل وقاية ضد الانفلونزا، مضاد سموم، مضاد حيوي طبيعي، كل ده للإنسان وللطائر. إنما الطائر على وجه الخصوص بيستفيد بالليمون إزاي؟ ده موضوع مهم جدا. أول حاجة هو بيحارب الجفاف. يعني إيه بيحارب الجفاف؟ يعني في الأيام اللي فيها حر، الأيام اللي فيها يعني مجهود كبير وارتفاع درجة حرارة في جسم الطائر، طبعا جسم الطائر بيبقى محتاج سوائل، او بمعنى ادق جسم الطائر بيبقى محتاج انه يحارب الجفاف دايما، لان الاجهاد الحراري اللي بيجيله بيخليه يبقى محتاج دايما ان حاجة تحافظ على المياه في جسمه، تمام. فحضرتك لما تيجي تستخدم الليمون، تيجي تستخدم الليمون هتحارب الجفاف في جسم الطائر وهتعالج له الجهاد الحراري او الجفاف بشكل عام. كذلك برضو هو بيحسن جودة الجلد. يعني ايه بيحسن جودة الجلد؟ يعني بيخلي جسم الطائر بمنتهى البساطة كده ايه جلده افضل. ناس كتيرة سألتني عن تعريف جودة الجلد، يعني ايه جودة الجلد احلى؟ جودة الجلد احلى من حيث المتانة، ومن حيث النضارة، ومن حيث قلة التشوهات، ومن حيث خلايا الجلد نفسها تبقى جديدة كده ونضرة، شكلها الدم طالع منها، فاهمني، مش كده قاتمة او باهتة، لا الدم باين من الجلد كده من كتر الحيوية والنشاط.
لان الخلايا نضره والخلايا جديده وصحتها حلوه، فهو بيحسن جوده الجلد. كذلك برضو الليمون بيساعد على الهضم طبعا بمحاذير معينه، لانه لو كتر وقدمته بكميات كبيره هيبقى تاثيره سلبي على الهضم. حلو. بالنسبه للطيور على وجه الخصوص، هو يعتبر مضاد حيوي فيه الكثير من الفوائد، يعني العناصر الغذائيه المختلفه، الاملاح المعدنيه المختلفه، وكميات كافيه كمان، يعني بتبقى موجوده جوه الليمون بكميات كافيه. احنا لو اديناه للطيور فتره طويله او استمرنا عليه بشكل عام، انت كده بتعمل وقايه ضد كل المشاكل والامراض اللي احنا اتكلمنا عنها، سواء في فصل الشتاء او غير الشتاء، لان الامراض بتيجي طبعا في فصل الشتاء بتيجي اكتر وبتبقى واضحه اكتر في فصل الشتاء، بس انت ممكن فعلا تحتاجه في اغلب الفصول وفي اغلب الاوقات، لان الفيروس موجود في كل وقت وممكن يصيب الطيور عادي في كل وقت. حلو. الليمون عنده قدره كبيره جدا على محاربه البكتيريا، لانه غني بفيتامين سي اللي بيلعب دور مهم جدا كمضاد للاكسده، بيساعد في محاربة الجذور الحرة المسببة للأمراض في أجسام الطيور. يعني أنت متخيل اللي هو الأصل بتاع المرض، الجذور الحرة اللي هي أصل المرض. أنت دلوقتي لما تيجي تحاربها، تمام، أنت كده بتقتل أصل المرض من جسم الطائر، فبتعمل وقاية وبتعمل علاج في نفس الوقت. لكن خد بالك من حاجة، تأثير الليمون تأثير وقائي أكتر منه تأثير علاجي في كل حاجة إلا في موضوع طرد السموم وقتل البكتيريا. يعني لو عايز تستخدمه للبكتيريا استخدمه كعلاج وكوقاية، بس ينفع كعلاج. إنما موضوع الفيروسات يفضل تستخدمه كوقاية، لأن الفيروس لما بيدخل جسم الطائر خصوصا لو برد بياخد وقت ويمشي، سواء طائر أو بني آدم. فأنت لو بتستخدمه بصفة مستمرة أو منتظمة أسبوعيا مثلا، تمام، أنت كده بتعمل وقاية ضد أمراض البرد اللي جاية في الطريق، لأن احنا داخلين على خريف وبعدها شتاء. تمام. فتستخدم الليمون بقى ازاي؟ الموضوع بسيط خالص. عندك سقاية لتر واحد تعصر عليها ليمونة، لو السقاية 3 لتر هتعصر عليها 3 ليمونات، والليمونة اللي هي الصغيرة مش الليمونة الكبيرة. لو ليمونة كبيرة ممكن السقاية لتر واحد نص ليمونة كبيرة، السقاية 3 لتر 3 تنصاص ليمونة كبيرة او ليمونة كبيرة قوي. حلو. هتخلطها كويس بالمية وتحوش البذر طبعا من المية، عشان يفضل الطيور ما تاكلش البذر ده او تبلعه. انت كده خليت المية تعتبر مطهر بالنسبة لهم. حلو. وطعمها مش هيتغير ولا اي حاجة، وهيحبوها وهتبقى مفيدة ليهم. ده كان الفيديو. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، اشترك في القناة، تفعل زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، ونشوفك على الف خير في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.